السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تتويج المنتخب الإسباني وأفراح كرة القدم الإسبانية تتواصل يعني في المستوى العالي جدا. هذه هي مدارس فرنسية وبرشلونة دائما وين تقدم اللاعبين كبار لإسبانيا، وين فاز المنتخب الإسباني الأولمبي على نظيره الفرنسي بنتيجة 5-3 في نهائي منافسة كرة القدم ضمن أولمبياد باريس. وفي المقابل يعني مقابلة مثيرة احتضنها الملعب حديقة الأمراء بباريس، تقدم أصحاب الأرض مبكرا قبل أن يستفيق الضيوف بتسجيل ثلاثية كاملة أنهى عليها الشوط الأول. وفي المرحلة الثانية نجح الضيوف في إدراك التعادل بهدفين في الربع الساعة الأخيرة، غير أن لاروخا حسم المواجهة في الوقت الإضافي بهدفين. وبهذه يعني يحسم المنتخب الإسباني الميدالية الذهبية تاركين الفضية لأشبال المدرب تيريوري لتتواصل أفراح كرة القدم الإسبانية بعد أقل من شهر من تتويج المنتخب الأول بكأس أمم أوروبا والمنتخب تاع الإيفا وقيل ولا والإيفا وين زادوا الدوفاني كلاكوب. هذه هي وحلم تيريوري يتحول لكابوس. إسبانيا تحبط ريمونتادا فرنسا وتتوج بالذهبية أولمبياد باريس. ودخل المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيلة مكونة من يعني من نجوم بكل نجومه، يعني بكل شأن مايكل أوليس يعني اللعبة اللي وشأن وين وجاءت الفاني كذلك التشكيلة تاع إسبانيا. افتتحت فرنسا التسجيل مبكرا بعد 11 دقيقة من تسديدة قوية من إنزو، وفشل الحارس الإسباني أرون يعني تيناس من تصدي لها لتسكن الشباك لتصبح النتيجة هدف لصفر. ولم ينتظر المنتخب إسبانيا كثيرا حتى أدرك التعادل في الدقيقة 18 بعد كرة عرضية من إليكس وصلت عند لوبيز الذي سددها الأرضية مرت على اليمين الحارس الفرنسي إلى داخل الشباك لتصبح النتيجة هدف لهدف. وفي الدقيقة 26 قلبت إسبانيا الطاولة بعد تسجيل الهدف الثاني على طريق لوبيز ليتقدم لاروخا على فرنسا بنتيجة هدف لهدف، وعزز المنتخب الإسباني تقدمه أمام فرنسا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 28 بعد ضربة ثابتة سددها إليكس يعني بصورة رائعة مرت من فوق الحائط البشري إلى داخل شباك لتصبح النتيجة 3-0. وأشعلت فرنسا المباراة في الدقيقة 79 بعدما سجل يعني هذاك اللاعب أصول جزائرية هدف الثاني بضربة رأسية في شباك إسبانيا لتتحول النتيجة إلى 3-2. وفي الدقيقة 91 قرر الحكم احتساب ضربة جزاء لصالح فرنسا بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونجح جون فيليب ماتيا التسجيل ضربة جزاء ببراعة لتعدل فرنسا النتيجة 3-3. وانتهى الوقت الأصلي في مباراة بتعادل 3-3 بين فرنسا وإسبانيا ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية. وفي الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول عادت إسبانيا للتقدم بهدف رابع عن طريق سيرجيو لتصبح النتيجة 4-3، ونجحت إسبانيا أن تنهي اللقاء بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 120 عن طريق سيرجيو كذلك ليتوج لاروخا بالذهبية أولمبياد فرنسا، بينما اكتفى فرنسا بالميدالية الفضية. وحصدت بذلك إسبانيا الميدالية الذهبية الثانية في الألعاب الأولمبية بعد نسخة برشلونة 1992، بينما يفشل تيريوري مدرب فرنسا الأولمبي بتحقيق الحلم الذهبية الغائبة لمنتخب بلاده منذ يعني 1984 في أمريكا. وأكدت إسبانيا هيمنتها على فرنسا هذا العام في كرة القدم. تتويج إسبانيا
أمام فرنسا بلقب الدور أولمبيك أمم أوروبا للسيدات بهدفين في يوم 24 فبراير الماضي. فوز إسبانيا على فرنسا بهدفين لهدف في النصف النهائي اليورو 2024 يوم 9 جويليا الماضي. تتويج إسبانيا باللقب بطولة أوروبية تحت 19 عام أمام فرنسا بنتيجة 2-0 يوم 28 جويليا الماضي. تتويج إسبانيا بذهبية أولمبياد باريس أمام فرنسا في 9 أوت دقدقوهم مع كان عندهم وعدة وعدة. دققوهم وقالنا بارتيا بصحة باريس فيك سيطر عليهم ما مسيطرين عليهم والله لا مسيطرين عليهم نقولك يا يوين بيهم الكلب ده البركة. كان عندهم واحدة واحدة دروك صايب اسبانيا عندها زوج اسبانيا هربت عليهم كلش ها بصحة وقعني ولا والله جعلهم لونتي الاخر قال لهم عندما تصبحون رجال تفوزون على اسبانيا مورينيو مهبول قال لهم يتولوا رجال تفوزوا على اسبانيا تتولوا رجال باش تفوزوا على اسبانيا الله طيب قال لهم تتكونوا رجال باش تفوزوا على اسبانيا هادي هي الله وكرا صاي سي بون اليوم تاول هي شو بير هذاك تاع القفز خسر قفز تقيسوا روحهم في الربلة ما خسر الله غالب واش غادي يدير هادي هي معلم ما ديرها غاتقادم معاه متي لا هذه هي كرة قدم كانت يمشي على البسطات على الفيدي يهدر لك فيها كرة قدم هو القدم فيها كلش ايوا رسميا وفانيك رسميا وفانيك رسميا رسميا فانيك حكيمي رحيمي اداها والله اداها استعرب به مير بيتر لا منا لا مليه والله اداها مستعرب به خويا خدام عليا خدام خدم ما شاء الله اخدم واللي يخدم يوصل اش غادي دير اللي يخدم يوصل هذه هي ما عندك ما دير اللي يخدم قاع يوصل قول لي لا من لا مليه ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ما تنساوش يعني تفعيل الجرس واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. سعيد.